ما يبقاش بايزد بحاجة معينة، حبك للعملية أو اه إن العيان معهوش فلوس فأنا هعمل له العملية دي. لأن لو اخترت المريض اللي مش صح للعملية هتلاقي من أسباب فشل جراحات السمنة، لو جينا نتكلم عن أسباب فشل اه جراحات السمنة وإن في جزء منهم ما بينزلش في الوزن، مم. إن إحنا اخترنا العملية الغلط للمريض. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن اختيار العملية بيبقى individualized، يعني one to one، كل عيان ليه عملية مناسبة ليه. هتلاقي طبعا هي الاختيارات محدودة، اه فمش بنختار مليون ايوه، هو حاجة. عندك اربع لكن خمس أنا لما اجراءات بقعد مع بتختار العيان منهم. ببقى متخيل مثلا دي شابة صغيرة في السن 23 سنة وزنها 110 كيلو مثلا، فأنا بفكر في تكميم. لكن لما أقعد مع العيان ألاقي مثلا عندها ارتجاع في المريء، ألاقي إن هي من آكل السكريات، بتحب تاكل جاتوهات وسكريات وحلويات، بسبوسة وبتاع. فأنا مش هختار لها تكميم أكيد. أنا مع إن سنها صغير، بس العيانة دي لو عملت تكميم هتجيلي بعد سنتين اعمل لها عملية تصحيح عشان خاطر اصلح اللي انا عملته واعمل لها تحويل مسار. طب ما اكمل اول اختيار العملية. يمكن ده عنوان كبير جدا في لما بنيجي نتكلم عن اسباب فشل العمليات جراحات داخلين السمنة. بين